تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ومرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتألقة نور دبي. مستمعينا الكرام، أحب أني أيضا أرحب بفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة نجاة السويدي، وفي الإعداد أستاذ يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، قبل أن نأخذ فقرتنا الأولى دردشة السوشيال ميديا، أحب أني أذكركم بأرقام التواصل معنا. تواصلوا معنا خلال الساعة على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ناخذ أول حلقة وأول فقرة، وبتكون معنا الأخت أسماء الجناحي. صباح الخير أختي أسماء. شنور أخوي عبد الله عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يحييك أختي أسماء. نعطيكم شوي جولة بأشياء الأصدقاء قنوات التواصل الاجتماعي، لكن قبل هذا نحب نأكد يا جماعة من أي المتعاملين اللي يتعاملون معنا في هيئة الصحة، إذا ما راح تقدر تحضر موعد اتصل على الرقم المجاني الذي الموعد، وهذا أخوي لأن في عدد كبير من المتعاملين يصن مواعيد يحجزونها لكن ما يحضرون ويخربون على غيرهم، فإحنا بنعطي مواعيد لغيرهم تكون أبعد شوية. فنتمنى من الجميع اللي ما بيقدر يحضر يتصل على 8342 أو حتى يكلمنا في السوشيال ميديا ونحب نلغي له الموعد. هذا يعني هاي نقطة نحب نذكر وننوه عليها، لأن هاي يعني جزء من حل موضوع المواعيد، هي مسؤولية مشتركة على وجهة نظر يعني يمكن شخصية يعني هذا. غير هذا بعض يعني بعض المعلومات اللي قاعدة تطلع في قنوات التواصل الاجتماعي، أحيانا أطباء مكشف كل من لبس بالطو في السوشيال ميديا دكتور، ممكن أنا ألبس بالطو وأطلع في السوشيال ميديا وأعطي نصائح. فنحن نتمنى من الجميع إذا في أي معلومة طبية حابين يتأكدون منها يرجعون للقنوات الصحية أو مصادر رسمية أو طبيبك اللي تتعالج عنده، فلا تأخذ لا تستند على السوشيال ميديا إنه يكون مصدر موثوق للمعلومة أو جوجل. أمس كان كذلك كان في تنفيذ لتوجيهات، يعني كان في تغريدة نزلها سمو الشيخ حمدان بن محمد المكتوم، ومن ضمنها كان اعتماد المجلس التنفيذي استراتيجية التعليم الطبي والأبحاث في دبي والبرامج المقترحة لتطويرها من ناحية الحوكمة والتكامل بين الكليات والمنشآت الصحية، بالإضافة إلى جودة البرامج التخصصية لأطباء الإقامة. فهذا يعني دليل أن الدولة كلها قاعدة تركز على موضوع الأبحاث. أي قطاع صحي جزء كبير من تطويره هو بالأبحاث، وأكثر المستشفيات العالمية لهم يعني جزء يعني مباني كبيرة للأبحاث والمتخصصات. نعم. أسماء اليوم أيضا نحن عفوا يعني في برنامجنا والفقرات الأولى والثانية أيضا يعني بنتطرق ل يعني الحديث كثير عن الدراسات والبحوث اللي إن شاء الله يعني بتكون خلال المرحلة القادمة، والشراكات الاستراتيجية اللي بتكون بين هيئة الصحة بدبي والجامعات المختلفة في الدولة. صحيح. أيضا نحب نذكر الجميع بموقع دبي هيلت بوكينج، يمكنهم يحجزون مواعيدهم الطبية في إمارة دبي من خلال موقع وتطبيق دبي هيلت بوكينج. رابط موجود على تويتر، حطينا أيضا على الستوري يرومون سوايب أب ويحملون التطبيق، أو يدخلون على الموقع اللي هو دبي هيلت بوكينج ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول: اختم أسبوع عملك بإنجاز كل المهام التي لديك، وابدأ عطلتك الأسبوعية وأنت مرتاح البال.
ودمتم بصحة وسعادة. الله يحييك أختي أسماء، شكرا ودرب السلامة، ودمت إن شاء الله بصحة وسلامة. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء عن كثير من الأمور اليوم، يعني بما يخص الأخبار اللي تتداول يعني في السوشيال ميديا، لابد بأن كلنا نتأكد من مصداقية هاي الأخبار وتؤخذ من الجهات المعتمدة ومن الجهات الصحية المختلفة في الدولة. مستمعينا الأعزاء، ناخذ الفقرة الثانية التوعوية اللي هي عن الطعام والصحة النفسية، وبتكون معنا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، الأخت نجلة درويش. أختي نجلة صباح الخير. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أذكركم بأرقام التواصل معنا خلال الساعة على 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما تعرفون برنامج صحة وسعادة معني بمواضيع مختلفة ومواضيع يعني تهم صحتكم وسعادتكم أيضا. أختي نجلة صباح الخير. صباح النور. مرحبا. اليوم طبعا يعني عنوان الموضوع اللي بتتحدثين عنه شيق جدا. نحب نعرف صراحة أختي نجلة أن هناك في علاقة كبيرة بين موضوع التوتر النفسي وزيادة الوزن، وممكن يعني زيادة الوزن أيضا يعني أثر على بعض الناس في موضوع يعني زيادة الهرمونات في جسم الإنسان، فلو تخبرينا وندردش معاك في هذا الموضوع. فعلا أنا بداية حبيت أصبح على المستمعين الكرام ونقول لهم خميس ونيس بإذن الله. ونحن موضوعنا اليوم بيكون عن كيف يعني موضوع التوتر والقلق، وكيف ممكن يأثر على اختيارنا للأطعمة، وشو هي أعراض التوتر والقلق اللي ممكن يعني يصيب الإنسان، أو شو الأعراض اللي ممكن حتى يحس فيها، مثل الخمول، الصداع، زيادة ضربات القلب. ومثل ما تفضلت ان زياده الوزن هذا بعد لها تبعات وامراض اخرى، مثل ممكن السمنه وامراض القلب عندنا ممكن ياثر على كثير حتى من افرازات الهرمونات في الجسم. فعندنا الهرمون اللي هو نحن نسميه هرمون التوتر، والهرمون القلق اللي هو هرمون الكورتيزول اللي يفرز من الجسم. طبعا زيادته بيخلي الشخص انه ياكل وتنفتح شهيته، ويمكن يروح للاختيارات اللي هي مو صحية. نعم. يعني من ضمن الاختيارات اللي مو صحية اللي ممكن يلجأ للأطعمة اللي هي يعني فيها دهون غير مشبعة، وهي عادة يعني تأثر جدا على زيادة الوزن، إنه يكثر حتى من السكر والحلويات. نعم. أختي نجلة، أيضا يعني موضوع يعني يحتاج إلى توعية، لأن مرات مثل ما ذكرتي أنت أن في علاقة هناك كبيرة بين زيادة الوزن والضغوطات النفسية كالتوتر والقلق الزايد. حكثينا يعني في هذا الموضوع كيف أن الإنسان ممكن أن يدرك أن يعني خلال الفترة هاي عنده مثلا رغبة في زيادة الأكل، والزيادة هاي في الأكل تأثر على زيادة الوزن، كيف ممكن أنه يعرف هذا الشيء نتيجة الضغوطات النفسية أو حتى ضغوطات العمل؟ أختي نجلة، نحن تحدثنا فعلا يعني كثير أن ضغوطات العمل اليوم أو ضغوطات مختلفة يعني بشكل عام، الاكتئاب. نعم. كذلك ضغوطات اللي الإنسان يعني يحس أن هالشيء خارج عن سيطرته، أو ما يقدر حتى أنه يتمالك في نوعية اختيار الأكل أو شو ما كان، بالفعل كلها تأثر. نعم. فنحن مثلا مثل ما ذكرنا أن التوتر يلعب دور يعني كثير مهم في الجسم، إذا الشخص ما تدارك هالنقطة وما ساهم في إنه يحلها ممكن يتأثر بحيث إنه تزيد عند الشراهة، ونوعية اختيار الأكلات ممكن حتى يأكل من دون ما إنه يعني يحس إنه خلاص اكتسب هالأكل، طريقة اختياره ممكن يحط الأكلات الدسمة ويأكلها على عجالة، يعني حتى ما يمضغ الطعام عدل، بالتالي بيؤدي لتراكم الدهون عنده في الجسم. كذلك التوتر والاكتئاب والضغوط النفسية حتى ضغوطات العمل ممكن في لحظة إذا طلعت خارجة عن السيطرة ممكن أن ترفع هرمون الكورتيزول، في نفس الوقت تخفض اللي هو التمثيل الأيضي أو التمثيل الغذائي في الجسم، فالجسم خلاص يتباطأ عنده الحرق بالراحة،
يحس انه خلاص بس هو مجرد تراكم وجبات، تراكم دهون في الجسم، او حتى الكربوهيدرات اللي هي النشويات تدخل في الجسم وتتراكم على شكل دهون في الجسم وشحوم يعني بالجسم. عندنا كذلك ويركز حتى على انه خلاص باكل لي اي سكر اي حلو، ما يركز مثلا. احنا صح نقول ان الدارك شوكليت واللي هي الشوكولاته الداكنه يعني هي مفيده انها تخفض من هرمون التوتر، لكن الناس في هالحاله لما تشعر بتوتر تلجأ لاي سكريات يعني، ممكن حتى بالمشروبات اللي يشربونها مثل الشاي القهوه او اللي مثلا اللي هو النسكافيه يضيفوا له مثلا وايد سكر من غير ما يداركون الخطوره اللي ممكن هم يعني كم من السعرات الحراريه اللي تدخل عندهم في الجسم، بالتالي هذا كله بيأثر بعدين حتى تزيد عندهم نبضات القلب، يشعرون بآلام من بالمفاصل، عدم الأريحية، دائما انتفاخات، ظهور غازات، اضطرابات في المعدة، كلها بسبب الخربطة اللي صارت من البداية. نعم. فنحن عشان ندارك هالموضوع مهم جدا ان نحن نحاول نبتعد عن مسببات التوتر، ونحاول ان نحن نركز على اللي هي الأغذية الصحية، بحيث ان مثلا ممكن الشاي ممكن استبدل انا مثلا المشروب اللي انا بشربه سواء كان مثلا مشروبات غازيه، مشروبات تحتوي على سكر زياده، ممكن استبدله بالشاي الاخضر، بالشاي اللي بيه اعشاب اكثر مثل البابونج اللي ممكن يساعد على تهدئه الجسم وبالتالي يخفض من التوتر وحتى انه يعزز الاسترخاء بشكل طبيعي. ولكن انا ادارك اني انا ما اضيف بعد كميات سكر كبيره لهذه المشروبات. ممكن نحن ندخل اللي هو نقول الأحماض الدهنية الجيدة مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6 حتى نجدها بالمكسرات. ممكن أنا أخلي مثلا وجبة الغداء عندي تحتوي على نوع من أنواع الأسماك، السلمون، التونة، كذلك لأن بها يعني فيها أوميجا 3. عندنا بذور الكتان ممكن ندخلها كذلك لأن بعد يحتوي على أحماض دهنية جيدة مثل ما ذكرنا المكسرات وأهمها الجوز. فهالأشياء ممكن إحنا ندخلها. ما ننسى بعد اللي هي الألياف الغذائية اللي نحن نحصلها من الخضروات والفواكه. نعم. طبعا تخفض الهرمون الكورتيزول، ترفع هرمون السعادة اللي موجود في الجسم، بالتالي يساعد على تهدئة الجسم من التوتر ونتجنب ونتفادى اللي هي زيادة الوزن والسمنة. نعم. أختي نجلة، عندي سؤال بس من أحد المستمعين يقول هل هناك أطعمة تساعد على الحد من الاكتئاب والقلق؟ إيه بالفعل، يعني في أطعمة تساعد بحيث إنه يعني إذا الشخص تناولها يحس عمره إنه شوية هادي وبيحس بريحية حتى في المعدة. فمن الأطعمة هاي اللي من شوية ذكرناها مثل الأطعمة اللي هي يعني عالية بالألياف الغذائية، ونجد مثلاً بالخضروات ولا شيء يعني كثر ما كثرنا الخضروات والسلطات وحتى الفواكه بالقشر بحيث إنه يكون فيها نسبة كبيرة من الألياف، هاي بعد تساعد على اللي هي تحد من أعراض التوتر. والأفضل من هذا كله نحن نبتعد عن الأطعمة المصنعة اللي يحتوي على كثير من السكر، الدقيق الأبيض، عندنا هالأشياء نبتعد عنها قدر الإمكان، ونحاول نركز مثلاً نحن ناخذ اللي هو الحبوب الكاملة، البقوليات، السمك، عندنا البازلة، بذور عباد الشمس، البرتقال، والفواكه اللي هي ممكن تخفف من التوتر وتساعد على الاسترخاء. نعم. حتى الموز بندخل الموز إنه يساعد أيضا في إنتاج السيروتونين أو اللي هو هرمونات السعادة. نعم. تعدل المزاج. نعم نعم. أختي نجلة بس على السريع عطينا يعني نصائح عامة لأن أدركنا الوقت. إن شاء الله. طبعا نصيحتنا دائما وما بنغفل عنها عشان نقول نحن نمشي على عادات صحية، نمارس الرياضة. نعم. لأن الإنسان يوم يشعر دائما بثقل وبتوتر يبتعد أو يحس عمره غير قادر على ممارسة التمارين الرياضية. فنحن دائما ننصح انه يمارس الرياضة بشكل مستمر، ما يمارسها فترة ويقطعها. اذا كان يعاني من مشاكل او مشكلات مثلا في جسمه ويحتاج الى استشارة من الطبيب المعالج او المعالج الطبيعي، يحاول ياخذ استشارات ويستمر كذلك في ممارسة التمارين الرياضية لانها تكافح التوتر والقلق والاكتئاب وتحفز المخ على افراز الاندروفين، وبالتالي بيشعر بارتياح وبينشط الدورة الدموية عنده. هاي اهم نصيحه انا حبيت اقدمها بالاضافه للنصائح اللي نحن قدمناها بخصوص اختيارنا للاطعمه. وفي النهايه نمط اتباع نمط حياه صحي واسلوب مستدام، يعني دائما يمشي باسلوب حياه صحيه. اختي نجلة درويش اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي، شكرا لك.
مستمعينا الأعزاء، قبل أن نأخذ الفاصل بتكون معنا إن شاء الله الفقرة الثانية، إطلاق دراسة مستقبل صحي للإمارات، وبتكون معنا الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في هيئة الصحة في دبي. فخلكم ويانا إن شاء الله، فاصل وراجعين. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي، وأرحب بكل من تواصل معنا، وأحب أن أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعين الأعزاء، أطلقت هيئة الصحة بدبي وجامعة نيويورك في أبوظبي دراسة مستقبل صحي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، وذلك في أول دراسة من نوعها تجري على مستوى الدولة، والتي كانت قد بدأتها الجامعة في أبوظبي، وتواصل إنجازها بداية من اليوم في دبي بتعاون ودعم وشراكة استراتيجية من جانب هيئة الصحة بدبي. ويسعدنا للحديث عن هذه الدراسة أن تكون معنا اليوم الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال بهيئة الصحة بدبي. أهلا ومرحبا فيك دكتورة منى. مرحبا أخوي عبد الله، إيش حالكم؟ الله يسلمك دكتورة، كيف حالك؟ خير الله يعافيك. الله يحييك دكتورة. نحن نعرف أن أنتم في موجودين اليوم بخصوص موضوع إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع جامعة نيويورك وهيئة الصحة بدبي بخصوص الدراسة هاي المهمة لمستقبل صحي لدولة الإمارات العربية المتحدة. دكتورة منى، خبرينا نبذة عن الدراسة هاي، يعني شو تعني دراسة مستقبل صحي لدولة الإمارات العربية المتحدة؟ أخوي عبد الله، هاي الدراسة هي الأول من نوعها في الدولة، وأهمية الدراسة هاي إنها هي للمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. على أساس إن إحنا نتابع الأصحاء، يعني من عمر 18 لعمر 40 مواطنين الدولة، نتابعهم على مدى سنوات علشان نشوف شو هي عوامل الاختطار، سواء كانت في البيئة، سواء كانت في الجينات، أو عوامل أخرى تزيد من عرضة مواطنينا في مثلا أمراض القلب وأمراض السكر والضغط. ممكن تقول لي أخوي عبد الله، طبعا دراسات دوم تتسوى، وفي دراسات حتى في الإمارات، وإحنا أوريدي نعرف أن أصلا يعني أكثر عرضة لأمراض القلب والسكر والضغط. نعم. لكن اللي يميز هاي الدراسة بالذات أنها دراسة، يعني أغلب الدراسات تكون إحنا نسميها cross sectional، يعني شو، أنت تأخذ المرضى وعقب ترجع في تاريخهم الطبي وتبغي تشوف شو كانت العوامل، وهني دائما في مجال للخطأ، للنسيان، لأمور كثيرة. من أفضل الدراسات اللي معروفة اللي دائما تكون شو، تأخذ أصحاء وتتابعهم وتشوف شو يستوي على مر السنوات، ومنو مثلا يتعرض لمرض معين وغيره لا، وعقب تعرف من اللايف ستايل، من الجينات، ومن أمور كثيرة شو كانت هاي العوامل. فهاي تكون بالفعل من أفضل الدراسات، وهذا صراحة يعني إنجاز اللهم بارك على مستوى الدولة. اليوم بضبي ما شاء الله، وهيئة الصحة في بضبي بدأت الدراسة، و7000 مواطن ريكروتد يعني دخلوا ما شاء الله في الستدي، ونأمل إحنا اليوم إن شاء الله بعد في دبي أن نزيد 5000 إلى 7000 مواطن مشارك في هذه الدراسة إن شاء الله. نعم. علشان التوتل نوصل 20,000، وبإذن الله بعد إن شاء الله تدخل الوزارة في هاي الدراسة ويكون في مشاركة للمواطنين اللي في الإمارات الشمالية. نعم دكتورة، أيضا يعني بخصوص موضوع النتائج الدراسة هاي، مثل ما أنت تفضلتي بأن نحن على سبيل المثال نسمع عن الناس اللي مصابين بداء السكري، هناك كثير من التساؤلات
بشكل عام يعني شو الأسباب؟ ونحن اليوم نعرف إن هناك أسباب مثلا يعني نمط الحياة أو أسباب زيادة الوزن أو أسباب وراثية اللي نحن نسمعها يعني بشكل عام، ولكن أتوقع دكتور أن هاي الدراسة أنكم أنتم يعني خصصتوا فقط يعني فئة المواطنين وحددتوا أيضا الأعمار من 18 إلى 40 سنة، فنتائج الدراسة هاي بتكون دقيقة جدا لمعرفة شو الأسباب أن اليوم الشخص يصاب سواء بمرض السكري أو مرض ضغط الدم أو أي نوع من أمراض القلب. دكتورة منى. نعم بالفعل، لأن إحنا اليوم نستند أغلب دراساتنا من وين جاية؟ من برا، من الدول مثلا، من الدول الأوروبية أو أمريكا أو دول أخرى. كثير مثلا، صح طبعا في دراسات في الدولة كذلك، لكن نستند لأمور كثيرة ولعلاجات حتى بسبب الدراسات اللي جاية من برا. بس هل احنا اليوم نعرف ان شو مثلا اللي هو يأثر عنا نحن في الدولة؟ لان احنا نعرف سبحان الله يعني نختلف في الجينات، نختلف في العادات، نختلف في امور كثيرة. فالجمال في هاي الدراسة هاي هي دقتها في الحصول على هذه الأجوبة وأجوبة هاي التساؤلات اللي سبحان الله تدور في يعني في عقولنا كلنا. نبغي نعرف اليوم هل هذا العلاج اللي يقدم حتى برع مثلا هو هذا اللي يناسبنا، ولا احنا يناسبنا شيء ثاني؟ احب اذكر اخوي عبد الله، انت كنت ويانا من يومين، ما شاء الله سوينا مختبر اللي هو 2071. نعم استراتيجية الإمارات ودبي في الصحة 2071، وعشنا أن إن شاء الله يكون 2071 خالي من الأمراض، خالي من أي يعني مشاكل صحية. وبعد عرفنا أن علشان نوصل لهاي جدا مهم أن عندنا دراساتنا نحن دراسات قوية على المواطنين، على أعداد كبيرة نقدر منها نتوصل لأجوبة صحيحة دقيقة وقرارات حتى على استراتيجية على مستوى الدولة لصحة أفضل لدولة الإمارات. نعم. مستمعين الأعزاء، معنا حاليا على الهواء مباشرة الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال بهيئة صحة بدبي. يمكنكم التواصل معنا على 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. دكتورة منى، خبرينا عن المستهدفين من الدراسة. المستهدفين طبعا الفئة العمرية هي 18 ل 40، طبعا ذكور ونساء يعني كلهم، مش مقصر على حد، لكن الفئة العمرية هي من 18 إلى 40، كل مواطنين. فكل حد في هالفئة العمرية بهالمواصفات ممكن اليوم يتوجه. عندنا نحن عيادة مسوينها في مستشفى لطيفة، هي عيادة في الصباح والمساء موجودة، وفي أونلاين يعني مثلا هم ممكن يسوون البوكينج ويأخذون الموعد اللي يناسبهم ويروحون. لازم فيزيكلي طبعا يكونون متواجدين. يأخذ منهم الدراسة كلها تأخذ 45 دقيقة ماكسيمم. بياخذون منهم موافقات طبعا، بيشرحون لهم بالتفصيل شو هاي الدراسة، بياخذون منهم الموافقات الخطية، وبعدها بتكون في مثلا قياسات معينة في الجسم، ضغط، طول، الوزن، كل هالأمور، وفي تحاليل دم بعد ياخذونها وبس، ونكتفي بشذي. وبعدين طبعا سنويا أو كل سنتين بيكون في تواصل مع المشاركين علشان نعرف مثلا إذا في شيء استجد على التاريخ الطبي أو الأمور الصحية اللي عندهم. نعم دكتورة، أنا أتوقع يعني أنتوا في المرحلة الأولية هاي والشراكة الاستراتيجية مع جامعة نيويورك بأبوظبي بخصوص موضوع دراسة مستقبل صحي للإمارات اللي هي بنتائج يعني الإصابة بأمراض السكري أو الضغط وأمراض القلب المختلفة،
أكيد عندكم يعني خطط مستقبلية بعد ما تخلص الدراسة هاي وتطلع النتائج هاي، شو خططكم المستقبلية في الشراكة مع جامعة نيويورك بما يخص الدراسات يعني في مجالات الصحة في الدولة؟ طبعا هاي الدراسة هي بتكون إن شاء الله طويلة المدى، يعني إحنا نتكلم عن 20 سنة إن شاء الله قدام نبغي نتابعهم، فهي هاي دراسة جدا مهمة واستراتيجية. لكن الخطط المستقبلية إن شاء الله اللي عنا أو اللي بعد دراسات أخرى نفكر إن نسويها مع الجامعة، منها البيرث كوهورت. يعني إحنا اليوم نعرف أخوي عبد الله إن أغلب الأمراض أو أن تكون مثلاً في الجينات أو الطفل وهو جنين في بطن أمه يكون يتعرض لأمور نعرف أن منها عقب تطلع له المشاكل يوم يستويه مثلاً تين إيجر أو يكبر. في دراسات تربط تخيل هاي العوامل والأمراض بلما هو كان جنين في بطن أمه. فمن الدراسات اللي إن شاء الله إحنا المستقبلية ناويين نسويها بإذن الله أن على نمط هذا بس ناخذ الأمهات والأطفال الأجنة المولودين وهذيل اللي يكون لهم شو متابعة ونشوف. أحب بعد أقول إن إحنا سوينا دراسة وياهم من فترة ونترى ننتظر حين إن شاء الله خلصت الدراسة بس نحلل النتائج. شفنا أمهات، خذنا أمهات مواطنات طبعاً هي حامل، وخذنا فئتين، فئة اللي هو عندها الوزن زايد الأم نفسها والفئة اللي هو الوزن الصحي، وتابعناها في الحمل وبعد الولادة يوم انولد الطفل. ناخذ عينة من الطفل عند الولادة بعد شهرين، بعد 4 شهور، 6 شهور، وعلى السنة. هاي وانت بكرامة هي العينة من البراز، براز الطفل. نعم. لكن نشوف فيها الميكروبات، هل في اختلاف في ميكروبات الطفل اللي مولود حق أم وزنها زايد، هل هاي الميكروبات غير عن الأم اللي شو وزنها طبيعي؟ هل وزن الأم أثر بأن كيف ينولد الجنين وكيف تكون ميكروبات جسمه، وبالتالي كيف يكون عرضة أكثر مثلاً للسمنة في المستقبل؟ وهي دراسة سوت الردي عنا على فئة ونتري إن شاء الله النتائج ونشرها بإذن الله. نعم دكتورة، مثل ما ذكرتي يعني هاي الدراسة أنت تخيلي شو كثر مهمة، إن يعني الأم أثناء الحمل بتعرفي يعني مثلاً بعد الولادة الجنين إذا كان في أي مرض ممكن أن يصاب بعد الولادة، لأن في مرات الدكتورة أنتم ممكن تعالجون الأم أثناء فترة الحمل ويتعالج الطفل. نعم. بحيث أنه يطلع الطفل يعني سليم وما عنده أمراض في المستقبل. صحيح. نعم دكتورة، أيضا يعني من خلال الدراسة هاي لو تخبرينا شوية يعني نتائج الدراسة هاي أيضا هناك بتعطي يعني نتيجة عن الجانب التوعوي والجانب اللي يعني البريفنشن بالنسبة للناس عن موضوع يعني مرض السكري أو أمراض القلب. طبعا احنا نعرف ان الوقاية خير من العلاج، واليوم كل ما احنا تجنبنا العوامل اللي ممكن تزيد العرضة او الإصابة بهذه الأمراض كان افضل وافضل للشخص نفسه، وحتى كدولة، حتى كهيئات صحية. فهاي الدراسة سبحان الله يوم بتطلع نتائجها بتساعدنا بشكل كبير إن إحنا نمنع أصلاً المرض من حدوثه بدل ما ننتظر يحدث. وهذا الفرق اللي أبغى أقول لك يعني عبد الله، اليوم الدراسات اللي تسوت على ناس فيهم المرض، إحنا لا، إحنا نبغي نروح حق ليش يبدأ، علشان باكر نقدر نقول إنه محتاجين 1 2 3 4 علشان هذا المرض اصلا ما يستوي. نعم دكتور، انا عندي مداخله ايضا على نفس الكلام اللي احنا ياسين نتكلم فيه. واحد يقول انا عندي يعني انا مصاب بالسكري، هل ممكن اني ادخل في هاي الدراسه واسجل؟ وايضا شخص ثاني انه مصاب ب يعني بعض امراض القلب وياخذ ادويه الضغط وما شابه ذلك، هل ممكن يكونون هم من الفئه اللي ممكن يدخلون في الدراسه هاي دكتوره ولا لا؟
نعم ممكن، إذا كانوا في الفئة العمرية نعم ممكن يدخلون، لأن اليوم إذا الواحد عنده السكري إحنا نعرف أن في ناس وايد مثلاً يكون عندهم سكري وضغط عقب يتعرضون لأمراض القلب، فلو في مرض واحد أو غيره بعد يقدرون يدخلون، لأن بعد يساعدوننا إحنا في المتابعة وإن نعرف شو العوامل الثانية اللي قد زادت أو أثرت أو مثلاً زادت الإصابة، يقدرون يدخلون. مثل ما تفضلتي دكتورة أن مرات يعني الإنسان يوم يكون مصاب بالسكر يعني إذا تم علاجه من البداية فاحتمال أنه ما يكون يعني يوصل إلى مرحلة أنه يكون عنده مضاعفات السكر، فأتوقع طبعاً. أثناء دخوله في البرنامج هذا ومدة البرنامج إذا لا قدر الله وصل لبعض المضاعفات وهو في الدراسة فممكن أنتم تعرفون يعني شو أسبابها وشو يعني طرق الوقاية منها دكتورة. نعم دكتورة منى تهلك، طبعا الحديث معك شيق، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، هل عندك أي نصيحة تبين تتكلمين فيها دكتورة؟ والله أحب أشجع الكل وأقول أن يريت يعني أن يكون في مشاركة، لأن صدقوني نجاح الدراسة بالمشاركة. أبو ظبي ما شاء الله سوفار عندهم 7000 مشارك، نتمنى أن إن شاء الله نوصل نفس الرقم في دبي، فأشجع الكل. أدري أنه من وقتكم، بس صدقوني هذا الوقت اللي بتعطونه مهم جدا، وفكروا فيها شيء هاي إن شاء الله إحنا نقدر نقدمها يعني حق أجيال الأجيال القادمة، أجيال تكون إن شاء الله خالية من الأمراض، أجيال بخير ومعافى. فصح بياخذ من وقتكم شوية 45 دقيقة أو ساعة، لكن صدقوني أن فيها الفائدة الكثيرة، فأحب أشجع الكل كل المواطنين في هاي الفئة العمرية أنهم يشاركون في هاي الدراسة. دكتورة منى بس نذكر يعني مستمعينا الأعزاء وين ممكن يسيرون ويسجلون وشو أرقام التواصل؟ إن شاء الله حاليا طبعا إذا يدخلون هم حتى يكتبون يعني دراسة مستقبل صحي لدولة الإمارات بيطلع لهم الانفورميشن، بس أسهل إحنا عندنا موقع والعيادة موجودة في مستشفى لطيفة حاليا، ممكن يتفضلون أي وقت، وفي أرقام تواصل، وإحنا إن شاء الله بعد ما ننشر على إنستغرام الهيئة بإذن الله تعالى على مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدتكم طبعا أخوي عبد الله، قنوات التواصل، الأرقام، كيف يحجزون مواعيدهم، كل هاي إن شاء الله راح تكون موجودة. يعني دكتورة في مستشفى لطيفة في دبي هل هناك عيادة خاصة لدراسة مستقبل صحي للإمارات؟ ممكن يعني كل من يحب أن يصير يشارك في هاي الدراسة عليه أن يتجه إلى مستشفى لطيفة للأطفال والنساء، هناك عيادة خاصة لهذا الموضوع، صح دكتورة؟ نعم، من يوصلون هي الريسبشن ممكن يسألون ويوجهونهم، وإذا حتى مثلا ما يبون يجون بس كذي يبون يكون عندهم موعد وفكس عسب ما يتريون، هاي المعلومات كلها إن شاء الله راح تكون موجودة في موقع التواصل الاجتماعي لهيئة الصحة دبي. نعم بالعكس دكتورة، نحن أيضا من صوبنا نحب أن يعني ننصح الجميع بالمشاركة بهاي الدراسة، وأنا أتوقع أن هاي الدراسة دكتورة كأنه يعني عمل وطني، نحن نشجع الجميع لأن مثل ما تعرفين الوقاية أفضل، فهاي الدراسة نتائجها بتطلع هناك كثير من النتائج أن شو الأسباب أن ممكن الشخص أنه يكون عنده مرض السكري أو مرض يعني ضغط الدم أو الأمراض الثانية المتعلقة بالقلب، مثل ما قلنا نحن في المختبر اللي عشناه في هيئة الصحة بدبي و2071 مفروض أن هاي الأمراض ما تكون موجودة، أن الكل يكون في صحة وسعادة. دكتورة منى نعم أخي جماعة وعبد الله، وأقول لك صراحة بالفعل هذا عمل وطني، جزاك الله خير. نعم دكتورة منى الحديث معك شيق، دكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا شكرا. مستمعينا الأعزاء بيكون معنا ضيف الدكتور أو الأستاذ خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة
بدبي، ولكن نحن بنستمر في الحديث معه عن دراسة مستقبل صحي للإمارات، ولكن حديثنا بيكون بشكل آخر، بنتطرق لجوانب الإدارية لهذه الدراسة، ولكن بنطلع معاكم إن شاء الله فاصل قصير وراجعين. شكرا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي، ونرحب بكل من انضم إلينا، ونذكركم بأرقام التواصل معنا على 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ويا مرحبا بكم وسهلا. ومستمعين الكرام، نواصل حديثنا عن الدراسة المستقبلية الصحي للإمارات العربية المتحدة، وبيكون معنا الأستاذ خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة في دبي. أستاذ خالد، يا مرحبا بك. هلا والله. هلا هلا أخوي عبد الله. الله يحييك. نحن أستاذ خالد نبارك لكم بهاي الشراكة الاستراتيجية مع جامعة نيويورك بأبوظبي، وعلى الدراسة المهمة اللي نحن سميناها، يعني الدراسة يمكن تكون أو البحث الوطني اللي بيتم عمله بينكم وبين جامعة نيويورك. وكانت معنا قبل شوية الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى دبي، وحدثتنا شوية من الجانب العلمي في هذا الموضوع. بنتطرق معاك إن شاء الله أيضا نستكمل الحديث الشيق هذا والدراسة المهمة هاي عن أهمية وقيمة البحوث والدراسات بالنسبة للمؤسسات الصحية. أستاذ خالد، أول شيء نشكر لكم هذا الاتصال، والمباركة طال عمرك لنا جميعا مواطنين ومقيمين على أرض البلد، لأن هذه الدراسات وهذه البحوث اللي ما ممكن أنك تعرف فيها المجتمع إلا من خلالها. المجتمع كيف نعرف إذا كان صحي ولا عنده مشاكل ولا عنده أي معوقات صحية أو مسببات الأمراض إلا من خلال مثل هذه الدراسات وهذه البحوث. هذه المرة الدراسة يعني جت بمبادرة من جامعة نيويورك أبوظبي، إنهم يقومون بدراسة الوضع الصحي بين المواطنين من فئة 18 إلى 40 سنة. نحن بهذه الدراسة نقدم يعني فائدة للجيل اللي بعدنا، يعني ما نقدمه من هو تشخيص المشاكل الصحية التي تواجه المجتمع. عند تشخيص المشاكل الصحية تستطيع أن تخطط لوضع الحلول. أنا لا أستطيع أن وضع أو أخطط لمستقبل القطاع الصحي ما لم يكن عندي معرفة بالوضع الصحي الحقيقي، بأرقام، بمؤشرات، بمقارنات معيارية مع أفضل الدول في المجال الصحي. نعم. كل هذه الأمور تتم من خلال بحوث ودراسات، أحيانا تكون من خلال مسح صحي، أحيانا تكون من خلال استبانات، أحيانا تكون من خلال تحليل البيانات والإحصاءات التي نقوم بها في الإدارة وتقوم بها الإدارات الأخرى. كل هذه الأمور بارك الله فيك تصب في منفعة المجتمع ومنفعة المخطط للقطاع الصحي ومنفعة المتلقي للخدمات الصحية. نعم دكتور. أستاذ خالد، أيضا يعني من خلال حديثك وحديثنا مع الدكتورة، أن اللي يميز الدراسة هاي دراسة مستقبل صحي للإمارات بأن الفئة اللي تم أخذ الاعتبار فيها كلهم بيكونون مواطنين، ومن فئة 18 مثل ما تفضلت إلى 40 سنة، بحيث أن حتى النتائج اللي تطلع طالعة من شريحة يعني من الدولة، وعارف أنت يعني نظامهم كيف، يعني العادات والتقاليد، أخذت هاي كلها بعين الاعتبار. أستاذ خالد، طبعا بلا شك المواطن هذه بلاده بيتم فيها فئة الوافدين، البعض منهم مثلا يكون جاء للعمل مجرد انتهاء عقده راح يغادر الى 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 بلده، البعض منهم ولد في الامارات وصل الى مرحله الدراسه الجامعيه سوف يغادر لتلقي التعليم في بلده او في بلد اخر من الدول من دول العالم، ثم يعني يحصل على وظيفه في تلك الدوله او في دوله اخرى ويتركنا. فالنتائج التي سوف نتلقاها منهم غير
حقيقية 100%، في حين أن المواطن هذا هذه بلده وهذا وطنه وهذه مدينته، ولد فيها ودرس فيها أو ربما درس في الخارج، ولكن سوف يعود إليها وسوف يعمل فيها وسوف يتقاعد فيها وكل حياته راح تكون هنا. فالأرقام أكثر ملازمة للمواطنين وأكثر واقعية للوضع الصحي في الدولة من أنها تكون مع جميع الأفراد. المخطط اليوم يخطط للجميع بلا شك أن يكون المجتمع صحي متكامل، ولكن بالدرجة الأولى يهم أيضا اللي ولدوا وعاشوا وترعرعوا وسوف يبقون إلى آخر حياتهم في هذه الدولة، يخطط لهم بنفس الوقت يخطط للآخرين، ولكن بالدرجة الأولى يخطط من لمن يبقى ولمن سوف يكون دائم الوجود في هذه الدولة. نعم أستاذ خالد، طبعا يعني الدراسة دراسة مستقبل صحي لدولة الإمارات، أنتم يعني كإدارة البحوث في هيئة الصحة بدبي لكم دور حيوي في هذا الإنجاز أو في هذا البحث، لو تكلمنا عن هذا الجانب. لا الحقيقة أن هذا البحث ليس معنا نحن في إدارة البحوث والدراسات، ولكن الشق الثاني من مذكرة التفاهم اللي هو توطيد العلاقات البحثية بين المؤسسات العلمية والمؤسسات المقدمة للقطاع الصحي هو الذي يعني يخصنا في إدارة البحوث. يعني ربما سمعت اليوم في كلمة معالي المدير العام إلى توطيد الاستراتيجيات البحثية بين المؤسسات الخادمة في القطاع الصحي أو التي تدرس المجال الصحي أو التي تبحث في المجال الصحي. كإدارة بحوث ودراسات دورنا في البحوث الغير سريرية، بحوث النظام الصحي، بحوث التي تنتج عن التقرير الإحصائي السنوي، البحوث التي تنتج عن نتائج المسح الصحي الذي يعقد كل 4 سنوات. في هذا المجال الآن الاتفاق بيننا وبين جامعة نيويورك إن نستغل مذكرة التفاهم التي وقعت ما بين هيئة الصحة وجامعة نيويورك لتوسعة مجال التعاون في هذا المجال في مجال البحوث والدراسات. فالمستقبل إن شاء الله راح يكون أكبر. نحن اليوم كان دورنا تنظيمي لهذا الحدث اللي هو إطلاق مشروع دراسة وضع صحي أفضل للإمارات، ولكن أيضا تم الاتفاق معهم على أنه يكون في توطيد أكبر للعلاقات بحيث أن احنا نستطيع أن نستفيد من الكوادر العلمية التي لديهم، هم يستفيدون من الإحصائيات التي لدينا ومن نتائج المسوحات، ونقوم بإخراج بيانات وإحصائيات ودراسات وفق هذه البيانات التي متوفرة لدينا. نعم أستاذ خالد، ناكي بس مداخلة من أحد المستمعين، يعني يقول إذا هو طبعا إحنا كنا نطلب من الجميع بأن يسجل في هذا البحث من خلال يعني مراجعتهم للعيادة اللي موجودة في مستشفى لطيف، ولكن يسأل هل نتائج البحث هاي كشخص يعني هو بيستفيد منها، ولا أن يعني النتائج بتطلع يعني بشكل عام على الناس اللي قدموا في هاي الدراسة؟ الاثنين خلال إجراء البحث العلمي سوف يتم إخباره بالنتائج، وفي نفس الوقت لسرية البيانات لن يتم نشر أي بيان عنه شخصيا، إنما سوف تدخل بياناته ضمن مجمل البيانات والنتائج التي أخذت من هذه الفئة العمرية من المواطنين. إذن هو إذا أراد أن يعرف النتائج سوف يعرفها منهم مباشرة، ولكن لن يتم نشرها باسمه ولن يعني يعرفها أو يعرف مضمونها من خلال نشر البيانات العامة، لأنها سوف تكون مجرد أرقام تضاف إلى الأرقام الأخرى الموجودة تحدد نسب ومؤشرات لأمراض محددة، أو ربما العكس يكون نسبة أو مؤشر لحياة سليمة يمارسها المواطنون في دولة الإمارات. نعم أستاذ خالد، مثل ما تفضلت في بداية حديثك بأن يعني تطوير الخدمات الصحية أو حتى لو يعني أي تعزيز أو تطوير الخدمات في المؤسسات لابد أنها تكون
يعني مبنية على الدراسات، فيعني إلى أي مدى تعزز الدراسات عملية التخطيط وصناعة القرار في صحب دبي بما يخص موضوع الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات بما يخص الدراسات المستقبلية في مجال الصحي؟ يعني أنت أخ عبد الله اليوم كيف تعرف إذا الوضع الصحي في الإمارة إلا من خلال مثل هذه الدراسات، إذا إلا من خلال اشتبانات، إلا من خلال إحصائيات؟ عرفت أنت رقم معين، مثلا على سبيل المثال الإصابة بمرض السكر أو مثلا ضغط الدم أو مثلا مشاكل السمنة لدى الأطفال. مجرد معرفة هذه البيانات يتم من خلالها عمل خطط وبرامج عمل يعني كبيرة قد تستغرق سنوات. نعم. مجرد ما أنت قمت بهذه الأنشطة وبهذه البرامج الصحية ترغب في أن تعرف نتائج هذا الجهد الذي بذل، هل هناك تحسن ولا لا؟ من خلال إجراء الدراسات بالمرة الثانية تستطيع أن تعرف إذا صار في تحسن ولا لا. إذا لم يحدث تحسن معناته البرنامج الذي وضع للتحسين لم يكن مجدي، فتعمل على تخطيط لإعادة هذا البرنامج وأيضا تغييره ووضع يعني مؤشرات أخرى ووضع معطيات أخرى لتحقيق الهدف الذي من أجله أنت أجريت هذه الدراسة. نعم. لو حصل أن صار في تحسن فإذا أنت تطمئن إلى أن إجراءاتك صحيحة وسليمة وتستمر فيها. اليوم من خلال دراسات معينة مثلا تكتشف وجود مشكلة صحية محددة ولكن الدولة لم تقم بوضعها بعين الاعتبار من خلال الخدمات العلاجية المتوفرة. نعم. إذن يتم التخطيط لمثل هذه الأمراض أو لمثل هذه المشاكل الصحية. فكل ما يقوم على التخطيط للقطاع الصحي مبني على دراسات ومبني على إحصائيات ومبني على تحليل هذه الدراسات ومبني على المقارنات المعيارية. اليوم الرقم ما لم يكن مقارن مع أفضل الممارسات لن يجدي، خصوصا معنا في دولة الإمارات. نحن دولة نسعى دائما لأن نكون في أفضل المستويات على جميع القطاعات وبالتحديد قطاع الصحة، لأنه يهم كل شرائح المجتمع. نعم. سواء كانوا المواطنين أو حتى المستثمرين في البلد. عندما نقول أن عندنا أفضل نسبة مثلا معيشة صحية في العالم، هذا يشجع الآخرين على أنهم يجون. لما نقول أن عندنا أقل نسبة تلوث في العالم أو أقل عندنا نسبة إصابة بأمراض محددة، هذا يشجع الناس على أنهم يأتوا إلى الإمارات للاستثمار. نعم. كل هذا الذي نقوم به بهدف أن نقيس المستوى الفعلي والحقيقي للصحة في الدولة. نعم. وبمجرد ما نعرف هذا نخطط بتوسعة الخدمات، بزيادة عدد أطباء، بزيادة مثلا نشاط محدد، بالتقليل من مثلا من استيراد على سبيل المثال التبغ، ما تبغ الدهون المهدرجة غيرها. نعم. من الأمور هذه إذا كانت هناك نسب محددة معروفة عندنا نستطيع أن نثبت بأن هذه النسب من استخدام التدخين هي التي تزيد نسبة الأمراض السرطانية في الرئة وغيرها من أمراض القلب وغيرها يعني. نعم. الأرقام لا تكذب أخ عبد الله، بل الأرقام يعني تعزز القرار. نعم. وتدعو إلى أخذه بكل أريحية لأن مبني على حقائق. أستاذ خالد أعتذر ولكن يعني الحديث معك شيق وإن شاء الله بناخذ أيضا يعني حلقات ثانية على أساس أن نتعرف على الدراسة هاي بشكل أكثر وعلى النتائج. كان معنا مستمعينا الأعزاء الأستاذ خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك أستاذ خالد. أنا اللي شاكر لكم الاهتمام وتسليط الضوء على مثل هذه الدراسات وأيضا أهمية البحوث والدراسات. شكرا لك. مستمعينا الأعزاء أشكر فريق العمل الإعلامي بنور دبي وهيئة الصحة بدبي. وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، على أمل أن نكون معكم إن شاء الله غدا. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.